أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ماذا يقول العلماء في من يقول بأن دعوة أن الإيمان يستلزم العمل دعوة لا أصل لها، ويقول بأن السلف فرقوا بين الإيمان والعمل، وجزاكم الله خيرا؟ يا إخوان، هذه فتنة، هذه فتنة، اتركوها. السلف وعلماء أهل السنة والجماعة قرروا أن العمل من الإيمان، من حقيقة الإيمان، فلا يكون إيمان بدون عمل أبدا. خذوا هالمبدأ هذا وهالقاعدة واتركوا هذه الفلسفات وهذه الشبهات التي لا تلتفتوا إليها. أنتم تدرسون العقيدة الواسطية والحموية التدمرية، وتدرسون شرح الطحاوية، وتدرسون مع أن شرح الطحاوية في شيء من الإرجاء لأنه على مذهب الحنفية، لكن الواسطية والحموية وكتب العقيدة المعروفة ليس فيها فرق بين الإيمان والعمل، لا يفرقون بين الإيمان والعمل، ويقولون الإيمان شيء والعمل شيء آخر. كل كتب العقيدة التي بأيديكم والحمد لله على مذهب أهل السنة والجماعة، فلا تلتفتوا إلى هؤلاء الذين ابتلوا بالخوض والبحث في هذه المسألة. نعم.